أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أحدث الشخص وصلى ناسيا ثم تذكر فإنه يعيد الصلاة، وأما إذا كان على ثوبه نجاسة وصلى ناسيا فإنه لا يعيد الصلاة. السؤال: لماذا في الأولى يعيد والثانية لا يعيد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، صلى بنعليه، وفي أثناء الصلاة خلعهما، فلما سلم أخبر أصحابه أنه إنما خلعهما لأن جبريل أخبره أن فيهما نجاسة. وكونه صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته ولم يعد، هذا دليل على أنه إذا صلى وعليه ثوب النجس ناسيا أن صلاته صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على أول الصلاة، مع أنه لابس لي حذاء فيه نجاسة. نعم.